المشفى دائما جاهزة بكل المناسبات الأعياد والعطل. نحن دائما عندنا برامج المناوبات بتكون جاهزة، الأطباء مثل ما نكون شايفين على رأس عملهم، التجهيزات المستهلكات اللي بنحتاجها كتير بفترة الإسعاف كمان الحمد لله مأمنة. هون بالأعياد وبالفترات العطل بتكثر الحوادث على اختلاف أنواعها، وبرأس السنة زيادة حوادث مثل ما قلتي إطلاق النار، ولكن الحوادث العادية حوادث السير حوادث المرور حوادث المشاجرات للأسف بتكثر بفترة الأعياد والعطل، وهذا كمان بيحط شوي علينا عبء لأنه هدلون بيكونوا بحاجة لرعاية متعددة من سمية، بحاجة لبعضهم تداخلات جراحية، بعضهم بيكون بحاجة لعمليات لعنايات. مع ذلك نحن الحمد لله جاهزين لهالحوادث والمشاكل على اختلاف أنواع. نحن جاهزين خلال 24 ساعة، الأطباء عم نكون على مدار الساعة عم نبدل 3 شيفتات حيث نكون بأقصى جاهزي ونستقبل كل الحالات. عم نشوف بكل الاختصاصات جاهزين دائما، عم نحاول نغطي الوضع ككل بالإسعاف وجاهزين إن شاء الله لأي مشاكل بتصير. وطبعا يعني أحاول ما بتعرفوا أنه الدكاترة خلال العطلة أكيد في مناوبات، فما حيكون في أي خوف أنه مثلا الإسعاف دائما شغال 24 ساعة ودائما جاهز لأي إشكال بيصير. نقوم بتقديم الخدمات للمواطنين على مدار العطلة من خلال وضع البرامج لدوام الأخصائيين والمقيمين والتمريض والفنيين الذين يعملون على الأجهزة الطبية ليصار إلى تقديم الخدمات الإسعافية للمرضى، كما تم تأمين المواد من قبل جهات وزارة الصحة طبعا بشكل كامل، وخاصة الخدمات الإسعافية في مشفى أبو النفيس. النصائح هي أن ينتبه الأهل إلى الأطفال بعدم اللعب في الألعاب الخطرة، وأيضا قيادة السيارات بشكل منطقي. نحن موجودين هون بمشفى ابن النفيس، متواجدين على مدار 24 ساعة لتغطية كافة الحالات بالعطلة. بتعرفوا أنتوا حاليا بالعطلة كتير بتجينا حالات إسعافية وخاصة الأطفال، بتكون العالم معطلة وهيك يعني، متواجدين على طول، موجودين بقسم الإسعاف الشعبي تغطية كافة الحالات الإسعافية بالإضافة إلى العمليات الإسعافية أيضا.